طبعا عندنا بتنجان رومي بيتباع ب5 جنيه، بتنجان عروس ب5 جنيه، بتنجان ابيض بتاع المحشي ده بيتباع ب6 و7. الناس تعبانه، عندك كرنبايه ارنبطايه اقل من 7 8 جنيه ما بتتباعش، ماشي. عندك بطاطس ب4 جنيه، عندك بصل ب3.5، عندك فلفل ب5 جنيه، خيار ب4 جنيه، ده اكل غلابه. لما الناس تجيب الحاجه دي مفيش فلوس، مفيش فلوس الناس تاكل الحاجه دي كلها. حزمة الجرجير دلوقتي بجنيه، حزمة الجرجير بجنيه، حزمة البصل ب2 جنيه، كل ده بتاع ناس غلابة بياكلوه. وانا عاوزاك تقول الاسعار كانت بكام قبل كده؟ الاسعار كانت اقل من 2 جنيه، جنيه ونص، 3 ب5 كده، اسعارها كانت ضعيفة، الناس كانت بتاكل. لكن دلوقتي كل حاجة غالية، اللي خارجة ب20 جنيه بتبقى تلف حوالين نفسها. يعني واحدة جوزها متضايقة 30 جنيه تجيب بهم ايه؟ احنا جوزها بتدفع 50 جنيه تجيب بقى ايه؟ السبب اللي ارتفاع من وجهه نظرك؟ السبب ايه؟ سبب ارتفاع الاسعار من وجهه نظرك؟ انا مش عارفه بقى، الغلا دي امن بواحده كده ليه؟ فده اللي مجنن الناس كلها. يعني الناس كلها، يعني الدنيا كلها امن بواحده. يعني حرام العيال اللي معاها 3 4 عيال تخرج ما فيش لهاش بطاقه، تخرج تجيب لها 4 ترغيفه 3 ترغيفه بجنيه، تجيب 3 ترغيفه يقضوا اولادها يقضوها، مش هيقضوا حد. الاكبر الاكبر عامل ايه؟ الاكبر طبعا غالي، ده كبر غالي. الاكبر الناس فيه ناس كتير بتيجي تشتري؟ لا طبعا السوق نام، السوق نام طبعا، السوق مريح. مريح ليه؟ مفيش فلوس. مريح ليه؟ الحاجه غاليه، الناس خايفه تروح وتشتري. الزبون لما بيجي يلاقي الحاجة غالية بيقول له ايه؟ يعني بيمشي يفصلها ويمشي. مثلا هبيع دي مثلا اقول لها ب6 جنيه تقول لي ب3 جنيه، ده معنى التاجر مدانا ب4 جنيه. ده غير بعيد. ما ينفعش. ورمبايه تعملها محشي بتنزل عينها ب5 جنيه 6 جنيه. عايزين نبيعها ب8 جنيه ب7 جنيه، نكسب فيها جنيه، مش مقعد مش مقعد. ما بيجيزهاش. مجزاش. يزرعوا بس الاراضي. هل شايف المواطن، هل شايف المواطن يقدر يستحمل؟ لا. شايف المواطن يقدر يستحمل الزياده ديت؟ المواطن تعبان يا حبيبي. يلا حتى يا حبيبي المواطن تعبان. مراتي. شايف المواطن يقدر يستحمل الموضوع ده؟ هل المواطن يقدر يستحمل الزياده؟ لا ما يستحملش. يستحمل ليه؟ مفيش فلوس. المواطن تعبان. وبعدين تعالى من تاني ناحيه الاساتذه وال وجه رساله للمسؤولين، وجه رساله للمسؤولين، بص وجه رساله للمسؤولين. اه ايه رساله للمسؤولين؟ المسؤولين هم المفروض يشوفوا احنا، يمشوا ويجوا لنا ويسالوا علينا ويشوفوا الناس اللي هي تعبانه في الوسط، هم مسؤولنا، هم المسؤولين يشوفوا يعني احنا الناس تعبانه. عيش عيش مفيش، فخضار مفيش، البطاطس غالية. البطاطس دي كانت ب2 جنيه أكل المواطن، دلوقتي ب5 جنيه. اللي أنت حاطط عليها 4 جنيه دي النقاضة نمرة تانية، لكن اللي هي النمرة واحد، البطاطس النمرة واحد 5 جنيه، 5 جنيه بتنجان ب5 جنيه، بتنجان اللي هو أكل الفقير. بتنجان كانت ب2 جنيه، بجنيه ونص، كان بجنيه وربع، حاجة زي كده. نعرف إن إحنا الحاجة دي غليت إزاي؟ أنا لسه جاية هو ما أعرفش. طب قول لنا سعر الحاجات، اسئله خد كمل ثلاثة. أرخص حاجة عندنا حاجة. أرخص حاجة هما بيبيعوها صراحة. أرخص حاجة عند مايكل بيبيعوها رخيص صراحة. بكام طيب؟ كمل ثلاثة. الشنطة جنبك أهي. البطاطس ب2.5 صغيرة. الأسعار محطوطة قدامك. الأسعار بكام؟ الأسعار القطة بأربعة. كمل ثلاثة. الأسعار كام يا أخي؟ إيه؟ الأسعار اللحمة غالية والفراخ غالية وكل حاجة غالية. ايه كانت بكام قبل كده وبكام دلوقتي؟ انا ما بجيبش لحم. ليه؟ غاليه. طب ثلاثه يا بنو. اللي بالنسبه للخضروات كانت بكام وبقت بكام؟ بقت بكام؟ ما هي هي. لا يعني كان البتنجان البتنجان كان ب2 جنيه هنا بس اللي رخيص، انما بره غالي. بكام هنا طيب؟ هنا ب4 جنيه البتنجان الاسود. كانت بكام قبل كده من سنه؟ لا بره ب6 و5. كانت بكام قبل كده بسنه؟ الايه؟ البتنجان مثلا كان بكام قبل كده؟ كان ب2 جنيه قبل كده، كان ب2 جنيه. ايه السبب بقى طيب الغلاء؟ ايه؟ ايه السبب اللي هو غلي كده؟ السبب اهو، هنعمل ايه؟ احنا عايشين. بتحتاج فلوس قد ايه عشان تنزلي السوق؟
هي 100 جنيه ما بتعملش حاجه، 50 جنيه ما بتعملش حاجه. كنت بتحتاجي كام قبل كده؟ كنت بتحتاجي انا كنت زمان زمان كان 2 جنيه، كان 5 جنيه كان يكفوا السوق. تقدر تستحمل؟ لا زمان زمان. بتقدر تستحمل الغلاء ده؟ لا طبعا. كل حاجه رخيصه. الفاصوليا اول ما بتطلع بتطلع ب 20. ايه اهم المشاكل؟ ايوه. والبسله لما طلع ب 20 اول ما طلعت ايه؟ بتطلع ب 20. ايه اهم المشاكل اللي بتقع؟ الغلاء. هي المشاكل اللي بتقولنا الغلاء. وجه رساله للمسؤولين. يرحمونا شويه بس. يرحمونا شويه. كل حاجه غاليه، كل حاجه رفعت، كل حاجه الحديد وكل حاجه رفعت، كل حاجه في الزياده. اسال على السمك امبارح الماشي ب 35 جنيه. اسعار الخضروات عامله برضو غاليه برضو. حلبة جرجير بجنيه، حاجه كل مره بترفع، كل حاجه في الزياده. ده حرام ولا حلال؟ كل حاجه في الزياده النهارده، كل حاجه بس بترفع ما بتنزلش. اجيب سمك ب 35 جنيه مشوي، اجيب سمك كده ب 22 جنيه. كل حاجه رافعه، كل حاجه غلي، لحمه غلت، كل حاجه غلي. وجات على دماغ الغلابه، جات على دماغنا. انا موظف باخد 1200 جنيه. دلوقتي اروح اجوز ابني، حديد بكام؟ ب 14000. كل حاجه رافعه النهارده. تفتكر ايه سبب زياده الاسعار؟ اه؟ سبب زيادة الأسعار؟ ما أعرفش بقى، اللي يعرفها ربنا بقى. التجار ممكن بيغلوا. أيوه، ما أعرفش بقى التجار بيغلوها ولا إيه. كل حاجة غلت ولعت. الإقبال في الأسواق عامل إيه؟ إيه هي؟ الإقبال في الأسواق. خضار يعني؟ كل حاجة كل يوم بتغلى بترفع. أجيب الحاجة كل حاجة بتغلى. القوطة وكل حاجة بتغلى. السمنة والزيت وكل حاجة. بتحتاج فلوس قد ايه عشان تنزل تشتري من السوق؟ انا باخد 1200 جنيه وجايب كارد بيطلب مني كل شهر 800. شوف بقى 1200 جنيه هتعمل ايه بقى انا واللي معايا واولادي؟ عندي ابني متجوز والتاني عايز يتجوز. وادونا تعويض مثلا في جزيره البحرين. شوف الطوب بكام؟ 500. حديد ب 14. كل مدى في الزياده. والاسمنت غالي وكل حاجه، العيشه غاليه وكلها. هنعمل ايه؟ ايوه رافع. ايه اهم المشاكل اللي بتواجهك يا حاج؟ واجه الغلا، الحاجه جت على دماغنا كلها. اه؟ الغلا كله. وجه رساله للمسؤولين. اه؟ وجه رساله للمسؤولين. ايوه شوف الحاجه غاليه يعني، ينزلوا الحاجه شويه. انا غلبان. ايوه لا احنا بنعمل ضمير يا حاجه بقى. وجه رساله، وجه رساله للمسؤولين. يلا خش. مسؤولين مين يعني؟ اي مسؤولين. ايوه شوف اللي ماسكين، يشوفوا الحاجه هينزلوها ولا لا، مش بالطريقه دي. الاسعار السوق كل حاجه غاليه، الطماطم ب 6 جنيه والفراخ غاليه واللحم غالي وكل حاجه غاليه. هنعمل ايه طيب؟ يعني بكام كده الاسعار؟ كده زي كده ما هي من بعد السيسي ما مسك، ما فيش حاجه رخيصه. شايف ان المواطن يقدر يستحمل الزياده دي؟ لا ما يستحملش. ما استحملش. لما الرز ب 10 جنيه والسكر ب 10 ونص، الناس هتجيب ايه ولا زيت الزيت ب 22؟ الناس هتجيب ايه ولا تعمل ايه؟ واللي معاش بطاقة ما ياخدش عيش ولا ياخد أي حاجة. أنا من ضمن أنا أهو. إيه سبب الزيادة من وقتك؟ أنا عارفة سبب الزيادة دي إيه؟ من الغلا اللي نزل دي. والفقير مش عارف يجيب حتى نص كيلو لحمة، لما اللحمة ب 150، الناس هتجيب ايه؟ بتحتاج فلوس قد ايه وانت نازل السوق؟ الواحده ما بتكفاش بتاع 400 جنيه ولا 600 جنيه، ما تجيبش اي حاجه في شويه شنطه قد كده. كنت بتحتاج فلوس قبل كده قد ايه؟ الاول كانت 5 جنيه كانت بتمشي الانسان، 10 جنيه كانت بتمشي الانسان. كان بجنيه عيش كان بيوكل 10 طنفات، لكن دلوقتي ما فيش. شايف الاقبال في الاسواق عامل ايه؟ كل حاجه غاليه، مفيش حاجه غالية. كل حاجه بتغلى، مفيش حاجه رخيصه. ايه اهم المشاكل اللي بتواجهك؟ كل حاجه، كل حاجه يا ابويا غالي، الاسعار غاليه وكل حاجه غاليه، مفيش حاجه رخيصه يا بابا. الناس هتعمل ايه؟ الناس هتروح فين؟ تكلم نفسها ولا الناس تكلم نفسها؟ الناس هتعمل ايه؟ تسرق ولا الناس تسرق؟ مطالبك ايه يا حاج؟ طلب كل حاجه. انا ليا غلبان، حتى العبد معدني حتى ابو دهني، رجليه وجعان، مش قادر اقف.
وكيرسل المسؤولين مسؤولين ايه؟ اقول عايزة كذا كل رسالة للمسؤولين. عايزة حد يساعدني، انا وليا غلبانة عايزة اللي يساعدني. وبلاقي وجعان.